في اطار متابعتنا اليوميه اللي موجوده، برنامج صباح الخير يا مصر موجود يوميا وبيتابع اللي بيحصل في معرض الكتاب. امبارح كان في ندوه مهمه ضمن محور كاتب وكتاب في معرض القاهره الدولي للكتاب. الندوه ناقشت موسوعه القتله جذور العنف عند مرشدي الاخوان للكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس اداره وتحرير جريده الدستور والصادره عن الهيئه المصريه العامه للكتاب. خلينا نتابع ايه اللي حصل في الندوه. الرسالة الأساسية لموسوعة القتلة، يمكن ده الجزء الثاني من موسوعة قبل كده كان اسمها المضللون اللي كنا بنرصد فيها الكتابات النقدية لجماعة الإخوان. النهاردة الحقيقة الرسالة الأساسية إنه هذه موسوعة للأجيال الجديدة، للشباب اللي هم ما يعرفوش هذه الجماعة بشكل أساسي. يمكن الكبار، الأجيال اللي هي الكبيرة يعني، شافت رأي العين العنف الجماعة وشهدت على ما فعلوه، لكن أنا بتكلم لأجيال ما شافتش وحقها إن احنا نعرفها بشكل أساسي. فأنت بتقدم دليل على إنه أنت قدام جماعة إرهابية، قدام جماعة عنصرية، قدام جماعة، وده المهم، إن انتمائها الأساسي للتنظيم وليس للدولة المصرية. المدخل الأساسي للموسوعة إن احنا بنقرأ جذور العنف عند قادة الجماعة، ولأن هم في جزء من التدليس اللي مرسوه أحيانا يصدروا لنا إنه في بعضهم متطرفين، لكن البعض الآخر مسلمين ومتسامحين ووسطيين. فبالدليل من خلال هذه الموسوعة إنه كل القيادات الإخوانية إرهابية بنفس الدرجة، بيتبنوا نفس الأفكار وبيسلكوا نفس الطريق وبيتبعوا نفس المنهج، لكن تصويرهم لقيادات معينة منهم إنهم مسلمين أو وسطيين، أنا كنت بعتبره إنها ثغرة هم بيحاولوا يدخلوا منها لتقريب الناس لهذه الجماعة. لكن من حسن البنا إلى محمد بديع ثم من خرج من الجماعة هم مجموعة من القتلة الإرهابيين اللي بينتاجوا نفس الفكر. الحياة الموسوعة بجد تثقيفية وفيها كم كبير من القضايا اللي بتهم الدولة وبتهم المجتمع، وألقت الضوء على كثير من الأفكار اللي ممكن تكون بتخاطب العديد من الناس بشأن قضية الإرهاب، قضية الإخوان، فترة معينة مرت بها الدولة المصرية، وطبعا العالم كله تقريبا مر بهذه القضية وبالمشاكل دي.